أما من ظلم فسوف نعذبه. ذلك هو القانون اللي يجب أن يسير في المجتمع. ليه؟ عشان ما أتركش لمن لا يؤمن بإله ولا يؤمن بآخرة يستشري في الظلم. نديله دي لحظة الأول كده، نديله لحظة في الإيه؟ وإن الذين ظلموا عذابا دون إيه؟ يعني قبل الآخرة يبقى لهم لازم يكون لهم إيه؟ لهم عذاب. ولذلك يمكن لما الناس تشوف ظالم كده وبعد ذلك تشوف مصرعه أو تشوف الخيبة اللي حصلت له أو إلى آخره، دي تكلم الناس إيه؟ تقول يا سلام. ولذلك إحنا يمكن جيلنا إحنا عاصر ظالمين كثيرين، ولو مكن المظلومون منهم ما فعلوا بهم ما فعلوه ببعضهم. مش ممكن، لازم كده قدامنا علشان إيه؟ تبقى المسألة واضحة كده. أما من ظلم فسوف نعذبه ولا ينتهي أمره بذلك، وبعدين يرد لمين؟ فيعذبه عذابا نكرا، يعني ده عذابنا هيبقى محتمل لأنه عذاب منوط بقدرة العاجزين، إنما دوك عذاب تاني. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ذلك هو تلك هي مهمة القوي الممكن، الذي يظلم يضرب على يده، والذي يحسن عمله يديله الايه الحوافز بقى. واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الايه الحسن وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نكرمه نقول له يا سلام عليك، يا مش عارف ايه، يا ايه يا ايه، مش ننقل الحوافز بقى للكشوفات الدكاكين.